السنة والجماعة الذي من خالف في أصل واحد من هذه الأصول طبعا عن عمد وعن علم، واخد بالك، فليس منهم ويلحق بالثنتين وسبعين فرقة الهالكة. أول جزء، أول نقطة جابها الإمام، قال: الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق. مش الرسالة موجودة معكم؟ طب ده كلام الإمام بس، أنا ما جبتش حاجة لسه، هنشرح بقى تاني يا أخوانا. يبقى احنا نتكلم عن إيه النهاردة؟ عن معتقد أهل السنة والجماعة اللي هو به تميزت هذه الفرقة الناجية. علشان كده أنا أريد أن أضع أمامك تصور صحيح من خلاله تعرف نفسك، أأنت من الفرقة الناجية أم الأمر؟ لازم نعرف دي كويس. كما تعلمون صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: والذي نفس محمد بيده ستفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: ما كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فدل هذا الخبر الصحيح على أن الأمة ستفترق، وعد النبي صلى الله عليه وسلم عدد هذه الفرق وهي 73، ثم حكم عليها إجمالا، قال: 72 في النار وواحدة في الجنة. أي إنسان عاقل يسمع هذا الخبر ويرسخ في قلبه ويصدقه لزاما عليه أن يسعى سعيا حثيثا لمعرفة هذه الفرقة الناجية. كان صحيح ولا لا؟ لازم علي أعرف، بحيث أشوف هذه الفرقة ما هي أصولها وما هي ملامحها حتى أقتدي بها لأكون منهم. فالعلماء أكرمهم الله وضحوا لنا الأمر وتركوه لنا أوضح من شمس النهار. قالوا إن الفرقة الناجية دي لها معتقد اتفقوا عليه، فمن خالفهم في هذا المعتقد ليس منهم. الفرقة الناجية لها إيه؟ معتقد. إيه معنى معتقد؟ اللي هو من العقيدة. إيه معنى العقيدة؟ هي عقد القلب على الإيمان بحقيقة معينة إيمانا لا شك فيه مع الثبات عليه. تعرف العقيدة تاني؟ عقد القلب على الإيمان بحقيقة معينة إيمانا لا شك فيه مع الثبات عليه. يبقى عبارة عن شوية حاجات كده، الحاجات دولت احنا بنعتقده نؤمن به إيمان صادقا ما فيش في شك خالص، ومش كده وبس، مع الثبات وعليه. فإذا كان عندك اعتقاد وترتب على هذا الاعتقاد أنك أعدت النظر فيه والبحث فيه فلم يكن في الأصل اعتقاد، لأن معنى كلمة اعتقاد قفلنا عليها خلاص. يبقى أنا عندي اعتقاد إن في حاجة اسمها عذاب قبر، يبقى خلصت منه. لو جه علي وقت من الأوقات قلت هذا ما تعيد النظر تاني كده، ما جايز ما يكونش في عذاب قبر، يبقى في الحالة دي من الأصل عندك ما كانش فيه، ودي مصيبة. يبقى مسألة اعتقاد ما عادش ينفع بقى كلام خلاص، ده عقيدة من العقد عقد عليها القلب لا تقبل نقاش ولا تقبل إعادة نظر. عند عقيدة شرعية أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، عقيدة.
فلو قلت انت ايه تمثلنا مجاز النار بتفنى صحيح، يبقى انت اصلا العقيدة عندك مش صحيح. عشان كده بقولك يا اخواننا العقيدة ثم العقيدة ثم العقيدة لحد ما ينقطع نفسك هي العقيدة. فأصبح أنا دلوقتي عشان أميز بين ما يوجد على الساحة من مسميات ومن ألقاب ومن أخذ ورد، دع عنك الأسماء كلها وانظر إلى المعتقد. ما هي عقيدتكم؟ كيت وكيت وكيت وكيت. لا كده انتوا وقعتم في مسألة، خلاص يبقى نصحح. علشان كده بقول لك لا تنساق وراء اسم ولا وراء لافتة ولا وراء علو صوت ولا معذوب الكلام، ولكن انظر إلى المعتقد، هو ده اللي بيميز أهل السنة من أهل البدعة. فأهل السنة لهم عقيدة معينة اللي احنا بندرسها وبندندن حولها، فكل من خالف أهل السنة في أصل واحد من أصول الاعتقاد، مش اثنين ولا ثلاثة، لا واحد بس، هذا ليس من أهل السنة. فكل من لم يثبت لله ما أثبته لنفسه من الصفات معلومة المعنى مجهولة الكيف فليس من أهل السنة. وعلى هذا فقس، كل من أنكر المعجزات والكرامات فليس من أهل السنة. كل من قال أن القرآن مخلوق فليس من أهل السنة، وكثير. واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى لما نعرف المعتقد بتاعنا ما تقعدش بقى تقول لي طب ورأي ايه في الجماعه الفلانيه، شوف معتقده ايه الاول، انظر الى معتقده، ومن خلال المعتقد نحكم. نقول يا اخوانا اللي بيقول بهذا الاعتقاد ليس من اهل السنه. لذلك سنسمع في نهايه المذكره كان دايما الامام احمد يقول لك فلان ماله يا امام من اهل البدعه، قال له وش البدع عنده؟ قال لك يرى السيف. واخد بالك انت زي يرى السيف. يرى السيف يعني ايه؟ مش عاجبه حد، يخرج على اي حد. يبقى في ضوابط معينه واصول لابد ان نتعلمها. وكما اقول وقال ائمتنا المتقدمون، الخلاف في غير العقيده هين ويلتئم ويتحمل، أما خلاف في الاعتقاد لا تحمل فيه ولا التئام. عشان كده عندك مثلا أصول السنة، الكتاب اللي احنا بنشرحه الرسالة دي، عندك مثلا معتقد أهل السنة والجماعة للإمام البربهاري أو للللكائي أو الشارع للأجرل أو الطحاوية للإمام الطحاوي أو الواسطية لشيخ الإسلام، واخد بالك، أو العقيدة أهل السنة والجماعة لأبي عثمان الصابوني، كل ده وضحوا عقيدة أهل السنة والجماعة. يبقى احنا نقرأها كويس ونستوعبها، وانا بقرأ واستوعب اشوف ايماني انا منضبط ولا عندي اشياء واقعة، واخد بالك. معتقد اهل السنة والجماعة في الايمان هل هو قول فقط ام قول وعمل، وهل عمل الجوارح خارج عن مسمى الايمان وشرط صحة او شرط كمال كما يدندن اهل الارجاء، ام ان العمل داخل في مسمى الايمان؟ دي لازم تنعرف يا اخوانا كويس، وديت ابجديات الدين الذي كان يتعلمها الاولون قبل ان يتعلموا اي شيء. فالامام المبجل اوصل حاجه، ها؟ طبعا كل كتب اهل الاعتقاد تكلموا عن معامله الراعي للرعيه والرعيه للراعي، وعدوها من مسائل الاعتقاد. اي كتاب عقيده يعجبك اقراه معي اخر فضل، سطرها الأئمة من مسائل الاعتقاد، جات لنا من فوق، واخدين بالكم يا اخواننا؟ طيب، أول مسألة جاء بها الإمام المبجل وهي مسألة الإيمان بالقدر. قيل لا لا قيل 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 ديت عند علماء المصطلح من صيغه التمريض ملهاش لازمه عندنا، واخد بالك انت ازاي؟ انت سمعت انا بقول لك ايه؟ بقول لك قيل، فانت قلت قيل مبني لما لم يسمى فاعله، من القائل؟ خلاص مش عاوزين تقولي يبقى مجهول. علماء المصطلح بيقول لك المجهول ده ما يلزمناش،
واخدين بالك انت ازاي؟ قال شيخ الاسلام: والاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، لانه من القول على الله بغير علم. يبقى اخويا لما يقول لي قال كذا وكذا وكذا، اقول له انت تستدل بهذا القول؟ يقول لي ايوه. اقول له قول من؟ ما يخصكش. اقول له ما ينفعش والله، لو ينفع على دماغي من فوق. يبقى تجيب لي قول وقائله مجهول؟ والله ولا حتى لو هو مين. اسند القول الى قائله، فان كان قول الله وقول رسوله فعلى الراس قبل العين، وان كان قول ابي بكر الصديق وغيره يوضع على المحك. ولا مش كلام ده؟ قول ابي بكر الصديق فما دونه يوضع على المحك، فان وافق الكتاب والسنه ولم يخالف على الراس، وان خالف بس خلاص موضوع خلصان وسهل وواضح، ما فيش اي تعقيد. فشيخ الاسلام الامام احمد نضر الله وجهه، امام اهل السنه، اول مساله جاء بالي مساله ايه يا اخوانا؟ ايه؟ القدر. مساله القدر. فقال الامام: ونؤمن بالقدر، اللي هو الايمان بالقدر خيره وشره. وبدا الامام يجيب ايه؟ والتصديق بالاحاديث والايمان بها، ولا يقال لما ولا كيف، انما هو التصديق والايمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم مثل حديث الصادق المصدوق. خليكم معايا بقى كده عشان يعني باختصار شديد نتكلم عن مسألة القضاء والقدر، وإن كانت هذه تشرح كأصل عند أصول السنة في كتب الاعتقاد. كتب العقيدة بحال أقول لك ونؤمن بالقدر، اللي هو حديث جبريل يا أخوان. ما المعني بالإيمان بالقدر؟ الجواب: أن نؤمن ونعتقد أن الله عز وجل قدر مقادير كل شيء، قدر مقادير كل شيء، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. أن الله عز وجل قدر مقادير كل شيء وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ما المعني بقولنا قدر مقادير كل شيء؟ الجواب: أي علم سبحانه وتعالى كل شيء عن كل شيء قبل أن يوجد هذا الشيء. علم سبحانه وتعالى كل شيء عن كل شيء قبل أن يوجد كل شيء. اكتب بقى كلمتين دهمت ولعل الله يلهمني وإياك الفهم السريع فيه. قال الإمام عبد العزيز الكناني، عبد العزيز الكناني الكناني المكي صاحب كتاب الحيدة وانتصار المذهب السلفي من علماء القرن الثاني الهجري. ها؟ الحيدة وانتصار المذهب السلفي. قال الإمام: الله عز وجل علم ما لم يكن ولا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. بالراحة، أن الله تعالى علم ما لم يكن ولا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. ماشي يا اخوانا كده؟ ده كلام عباس الكناني، كلام المصطبة بقى، واخد بالك انت ازاي؟ ما هو ساعات الواحد بيضطر اسفا يتكلم بالمصطبة عشان يفهم هو بنفسه. أن الله عز وجل، اكتب كلام المصطبة بقى هم. أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. ده مصطبة خالص اهي. أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لو كان كيف يكون
وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم. تاني المصطبة ولا عبيز الكناني؟ المصطبة اللي تحت تاني. أن الله عز وجل ده أصل أصيل في القضاء والقدر. أن الله عز وجل يعلم ما كان سهلة. سهلة يا باسل؟ وما يكون. سهلة يا محمد؟ طيب. وما سيكون. سهلة برضو. طيب. وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ سهلة خلاص هي. لأنها مصطبة. كلام الكناني بقى والدليل عليه. علم ما لم يكن صح ولا يكون. علم ما لم يكن ولا يكون يعني شيء خلي بالك ما كانش موجود ولا هينوجد. واخد بالك؟ لو وجد كيف يكون موجودا؟ هذا مصطفى خالص يا مصطفى. واخد بالك؟ تاني كلام الكناني تاني. أن الله عز وجل علم إيه؟ ما لم يكن يعني شيء مش موجود ولن يوجد. لو وجد كيف يكون موجودا؟ الدليل على الكلام ده إيه؟ قبل ما أقول الدليل الفهم يا أخوانا رزق من الله عز وجل. وكما قال عز من قائل كلمة إيه؟ صحيح. لا معك حق مظبوط صحيح صبت. واخد بالك؟ ورزئ أي أصيبة. نعم جزاك الله خير يا أخي. الفهم رزق من الله عز وجل. وقال عز من قائل واتقوا الله ويعلمكم الله. فالإنسان إذا اتقى ربه وأخذ بالوسائل المشروعة سيرزقه ربنا عز وجل الفهم. لذلك من الكلام الماتع لشيخ الإسلام ابن تيمية. أنا بقول الكلام ده ليه يا إخوانا؟ عشان الآية اللي هنقرأها دلوقتي هتجد أنا وأنت إيه اللي فهمه الكناني من الآية دي. الآية بعيد كل الفهم عما فهمه الكناني ولكن هي الأساس. كان شيخ الإسلام يقول كنت أقرأ الآية من القرآن فأفهم فيها أكثر من 100 فهم وأقوم وأمرغ وجهي في التراب وأدعو ربي وأقول يا معلم سليمان علمني، يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيفتح الله عز وجل علي ما لا يعلمه إلا الله. الآية بتقول إيه؟ يقول عز من قائل لا لا أنا مش كده، أنا قلت أن الفهم رزق من الله عز وجل بس لمن سعى للأخذ بالأسباب. يبقى أنا أسعى وهو محض فضل من الله عز وجل. قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لا كل اكتب الآية، لابد أن تكتب كلها. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وجه الاستدلال من الآية على كلام الكناني. كلامه إيه؟ علم ما لم يكن ولا يكون. ما لم يكن ولا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. قال الإمام وإنهم لكاذبون. وإنهم لكاذبون في قولهم هذا. وإنهم لكاذبون في قولهم هذا. وهذا ما لم يكن ولا يكون، لأنهم لا يردون لا هم ولا غيرهم. تاني تعرف تحتاج ايه؟ تحتاج الى عمق نظر وتبصلها كده وتهرش تقوم ربنا يكرمك على طول. تاني وإنهم لكاذبون
قولهم هذا وهذا ما لم يكن ولا يكون، لأنهم لا يردون لا هم ولا غيرهم. واضح ولا؟ طب الحمد لله. وهذا ما لم يكن ولا يكون لأنهم لا يردون لا هم ولا غيرهم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. يا ليتنا إيه؟ نرد. طب هيرد ولا مش هيرد؟ كويس. ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كاذبين في إيه؟ في قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. وهذا لم يكن ولن يكون، لأنهم لا يردون، لا يردون هم ولا إيه ولا غيره. بقية الكلام فأخبر عز وجل بعلمه السابق، افتح قوس، الأزلي. فأخبر عز وجل بعلمه السابق الأزلي فيهم أنهم لو ردوا ما كانوا فاعلين ولن يردوا أبدا. فهذا ما لم يكن. فأخبر عز وجل بعلمه السابق الأزلي فيهم أن لو ردوا ما كانوا فاعلين ولن يردوا أبدا. فهذا ما لم يكن ولا يكون، أن لو كان كيف يكون. طيب، فهذا ما لم يكن ولا يكون، أن لو كان كيف يكون. فرقة القضرية إخواني في سنن أبي داود بسند جيد يقبل التحسين، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم القضرية قال: القضرية مجوس أمتي، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. القدرية. نعم حاضر. القدرية مجوس الأمة. انحرف أهل الإسلام، أو بمعنى أدق أمة الدعوة، أو قصدي أمة الإجابة، في قضية القضاء والقدر إلى ثلاثة أقسام. أول قسم غلاة القدرية، يقابله نفاة القدر، بينهم أهل السنة. يبقى غلاة القدرية يقابلهم نفاة القدر، في وسطهم أهل السنة. ما المعني بغلاة القدرية؟ الذين قالوا أن الإنسان مجبر على أقواله وأفعاله وليس له مشيئة ولا إرادة، بل هو كريشة في مهب الريح، لما غلاة القدرية قالوا إيه؟ أن الإنسان مجبر على أقواله وأفعاله وليس له مشيئة ولا إرادة، بل هو كريشة في مهب الريح. وهم الذين سماهم العلماء بالجبرية. الجبرية يعني الإنسان مجبر على إيه؟ على أفعال ملوش دخل مطلقا خالص. وبناء على أن الإنسان ليس له دخل لمشيئة ولا إرادة، كيف يحاسبه الإله وليس له مشيئة ولا إرادة؟ احسبني عليه، ما أنا ماليش مشيئة ولا إرادة. لو ليا مشيئة ولا إرادة كنت مشيت وتحاسبتني. لذلك من المضحك المبكي، رجل كان من هؤلاء القوم جبري، وتزوج بامرأة جبرية زيه بالضبط. جبري يعني ايه بقى؟ ملوش مشاعر ولا ايه اراد، كل حاجة بإرادة الله، مش حاجة خالص اللي ربنا أراده يعمله. فدخل الرجل على امرأته فوجدها على الفاحش بتزني. اهدى يا ام فلان، قدر الله ما شاء فعل. قال: حقا قدر الله ما شاء فعل. يلا خلاص خلصنا. تخيل انت دي بقى جابري، يقول لك انسان مجبر على افعاله. انا دي داخل في الموضوع ده يا اخوانا. القسم الاولاني هم ايه؟ غلاة الايه؟ غلاة القدر.
اللي هم الجبرية. القسم الذي يقابلهم نفات القدر، نفات القدر. والمعني بنفات القدر أن الله عز وجل ده عندهم، تعالى الله عما يقولون، لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها. لا يعلم الأشياء إلا بعد إيه؟ إلا بعد حدوثها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب، أول من تكلم، وهؤلاء القوم اللي هم القدرية بقى، دول هم الإيه؟ القدرية، القدرية، نعم، دول اسمهم إيه؟ القدرية. بيقولوا إيه؟ لا قدر والأمر أنف. إيه معنى لا قدر؟ يعني ربنا عز وجل تعالى الله عما يقولون لا يعلم الأحداث والوقائع إلا بعد أن إيه؟ تقع وتحدث. أما قبله ما كانش يعرف، تعالى الله عما يقولون. ولا يوجد أكفر من ذلك. نعم، ما هو يترتب من لوازم هذا القول أن الإنسان يخلق أفعاله، ما تسموهم مجوس ليه؟ ما يترتب من لوازم ذلك. معايا يا أخواننا كده؟ أول من تكلم بهذا الكلام الخبيث رجل في البصرة يسمى معبد الجهني، يسمى معبد الإيه؟ الجهني. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيح، حديث يحيى بن يعمر، قال يحيى أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني يقول فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن إلى مكة حاجين أو معتمرين. فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن إلى مكة حاجين أو معتمرين، فقلت لو لاقينا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو لاقينا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نسأله عن هؤلاء القوم، حتى نسأله عن هؤلاء، فضل أدي، حتى نسأله عن هؤلاء القوم. يقول يحيى فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، يعني يحيى بن يعمر وعبد ومن تاني وعبد عبد الرحمن، بيقول ان احنا رحنا مكة حدين او معتمرين عشان يسألوا عن هذا الذي تكلم. فبيقول لو لقينا احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نسأله عن هذا الامر، يقول فوفق لنا عبد الله بن عمر، يعني بقدر الله عز وجل وهم داخلين بيت الله الحرام وجدوا عبد الله ابن عمر بن الخطاب. يقول يحيى بن يعمر فاقتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يميني والآخر عن يساري، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت له أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر عندنا أناس في البصرة يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، إنه قد ظهر عندنا أناس في البصرة يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. تقفرون العلم يعني يتتبعونه ويطلبونه من مظانه. وقال فيهم ما قال، يعني أثنى عليهم، وإنهم يقولون لا قدر والأمر أنف، لا قدر والأمر إيه؟ أنف. هنا يا أخوانا دايما كده أريد منكم لما تيجي تقرأ حديث وتلاحظ أن روي الحديث أو الصحابي، يعني الراوي سواء صحابي أو تابعي، تلاقيه يجيب كلام خارج عن الحديث، اوعى تفكر ان الكلام ده حشو، لا، ده بيأتي بالكلام لهدف
وله يعني مغزى يريد أن يوصله إليك، فما تعدهاش عليك أبدا. يعني ما الداعي إن يحيى بن يعمر يقول ظهر عندنا أقوام يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم؟ تم كان يا عبد الله بن عمر في واحد عندنا اسمه معبد الجهني بيقول لا قدر والأمر أنف، رأيك فيه إيه؟ قدم بالمقدمة ديت ليه؟ لازم نفطن يا أخواننا المسألة ديت لأنها مهمة جدا. عارفين زي إيه بالضبط؟ كما ثبت عند النسائي وعند أحمد بسند صحيح من حديث أبو هريرة، قال أبو هريرة كنت إذا سمعت شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم نسيته، أي حاجة اسمعها انساها، فشكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أبا هريرة أبسط رداءك. فهريرة أنطلع رداء وبسط، سيدنا النبي مسك من ناحية وأبو هريرة فين؟ من ناحية. يقول أبو هريرة وكأني أنظر إلى القمل يدب عليه. طب لازمتها إيه الأمل هنا؟ ما الداعي لها؟ طب ما تعديها وتقول فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات لا ما سمعتها ثم قال أضمم عليك رداءك فضممته فما نسيت شيئا سمعته. طب لازمتها إيه الأمل بقى؟ إيه دخل القمل في الموضوع هنا؟ قال لك لا ده عاوز يفهمك حاجة، يريد أن يقول أن الفقر لا يصد عن طلب العلم. بس ما هو أمل ما فيش صابون أو ما فيش إلا رداء واحد، فالأمل كتر، فعاوز يقول أمل يعني معناها فقر، ومع ذلك لم يحل بينه وبين طلب العلم. لأن بعض إخواننا يقول لك لو ربنا يكرمني بس بعربية وبيت ومكتبة زي مكتبة مثلا الجامعة الإسلامية وفلوس كتير وأربع نساء وسيبوني على العلم. والله ما انت متعلم ولا انت نافع، طالما قلت وما انتش نافع عمرك. اللي بيطلب وهو فقير سيطلب وهو غني، اللي بيطلب وهو فارغ سيطلب وهو مشغول، اما الذي يتمنى يتمنى ما انتش فالح ولا انت نافع. فاذا يحيى بن يعمر قال لك يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. هنا يا اخوانا ملحوظة مهمة جدا وهي اكتب لا تنخدع، لا تنخدع بزهد الرجل وانظر إلى اعتقاده، لا تنخدع بكثرة عبادة الرجل وانظر إلى اعتقاده، لا تنخدع بمعسول كلامه وانظر إلى اعتقاده، لا تنخدع بكثرة علمه وانظر إلى اعتقاده. بس يبقى ما انبهرش أنا بمعسول الكلام ولا بحلو الكلام ولا باللباقة في الكلام أو بالزهد والخشوع والورع وكثرة العبادة، صوام قوام. ده النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج وهم كلاب النار، وصفهم وقال للصحابة يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصومه مع صومه وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن كثير من إخواننا ينخدع ببعض الناس اللي هو مثلا يعني إيه كالسيل الهادر في العلم، أو صوام قوام ليل نهار يصلي في اليوم 300 ركعة. أنا لازم أفرق بين زهده وعبادته وعلمه وبين أثر هذا العلم في سلوكه وفي اعتقاده. ما هو لعله من أشد الناس زهدا وورعا وتقوى ولكن عنده خلل في الاعتقاد، وهذا كثير. وإلا الخوارج اللي هم كلاب النار، ابن عباس نفسه رضي الله عنهما لما ذهب إليهم ليناظرهم يقول فدخلت فإذا بأقوام مصفرة وجوههم بين أعينهم كرجب المعزة من أثر ومن كثرة السجود، ومع ذلك فين؟ كلاب النار، كلاب النار. ليه؟ خلل في الاعتقاد. يبقى هؤلاء الناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويقولون لا قدر والأمر أنف. لا قدر والأمر أي أنف، يعني ربنا عز وجل لم يعلم الأشياء قبل وقوعها ولكنه يستقبل علمه بالأشياء بعد أن تحدث.
فعبد الله بن عمر سمع الكلام قال إن لقيت هؤلاء فأخبرهم أنني بريء منهم وهم براء مني، والبراءة لا تنعقد إلا من الكافر. أخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي. دي أخواننا أول قصة الكلام في القدر، واخد بالك؟ أول قصة الكلام في القدر عملها مين؟ معبد الجهل. وبدأت الأمور تنتشر وموجود إلى الآن موجود. يعني أنا جلست مع رجل مرة يتعاطى الدخان، سلام عليكم، قال لي اقعد معايا شوي، قلت له اطفي الشيشة ونقعد معاك، قال لي حاضر، طفى قعد. بقول له أنت بتشرب الشيشة ليه؟ قال لي حرام. قلت له أنا ما قلت لكش حرام ولا حلال، أنا بسألك بتشربها ليه؟ قال لي طب أنا أسألك سؤال. قلت له اسأل. قال لي ربنا قدرها عليا ولا لا؟ ربنا قدرها عليا ولا لا؟ لازم رغم أنف أقول له قدرها عليك. قلت له قدرها، مش عايز كلام. قال لي طب ازاي بقى تلومني على شيء ربنا قدره عليا؟ واخد بالك؟ هو ده نفس كلام الجبري. طب بالك يا واد انت مستعجل ليه؟ هو ده نفس الكلام ده، ربنا قدر عليه. احنا بنقول يا اخوانا ما قدره ربنا عز وجل على العبد اخفاه عن العبد ولا يعلمه العبد الا بعد وقوعه، وهيأ لك الاسباب السعاده والتعاسه، فان اخذت باسباب التعاسه تحقق المقدور وفزت، وإن أخذت بأسباب التعاسة لم تخرج عن المقدور وخسرت. واضح يا أخوانا ديت؟ يبقى الإيمان بالقدر، نؤمن بأن الله عز وجل قدر مقادير كل شيء وكتبها في اللوح المحفوظ. فرق بقى بين التقدير وبين الكتابة. ها فرق بين إيه؟ بين التقدير التقدير أزلي بأزلية الله، أما الكتاب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ديت غير ديت. حاضر، مسألة سهلة خالص. طيب الموضوع طبعا يعني برضو يعني إن وسعنا فيه شوية فاعذرونا، يعني بالرغم من ديت أبجديات الدين، ده من أركان الإسلام يا أخوان. يبقى احنا بنؤمن كناس مسلمين وموحدين ان ربنا سبحانه وتعالى قدر مقادير كل شيء ثم كتبها في اللوح المحفوظ. وقت الكتابة امتى؟ بداية الكتابة امتى؟ قبل ان يخلق السماوات وخمسة الف سنة، لان فيه روايات قبل ان يخلق السماوات والارض بعشرة الاف سنة، وروايات صحيحة. يبقى هنا ايه؟ طب نوفق بين بدا البدايه قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه واستمرت الكتابه. فاللي روى الحديث يبقى الشيء اللي كتب ده هوت قبل خلق السماوات ب 10,000 سنه، وفي ب 30,000 سنه، وفي ب 40,000 سنه، وفي ب 50,000 سنه، وفي ب 10,000 سنه. واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى التقدير غير بدايه الكتابه. التقدير يا اخوانا بنقول ازلي بازليه المولى عز وجل. واخد بالك انت ازاي؟ طيب قلنا الكلام ده ليه؟ ليه قلنا ان التقدير لكل شيء ازلي بازليه المولى عز وجل؟ ان لم نقل ذلك ترتب على هذا او من لوازمه يبقى في مرحله قبل التقدير كان الله عز وجل لم يقدر او لم يعلم، والحاله ديت يبقى ربنا وصف فيها بالعجز وهذا لا يجوز، او بالجهل وهذا لا يجوز. يبقى التقدير ها أزلي بأزلية المولى عز وجل، أما الكتابة فديت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.
طيب العلماء من خلال الأدلة الشرعية وجدوا إن الإيمان بالقضاء والقدر يلزمه الإيمان بأربعة أركان. إيمان بالقضاء والقدر يلزمه الإيمان بأربعة أركان. حاضر. قلنا الفئة الضالة الأولانية اللي هي الجبرية، والفئة الثانية اللي هي إيه؟ اللي هي القدرية، والفئة الثالثة اللي هي إيه؟ أنا هنتكلم عنها بقى، اللي هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. ما هو بقى حديث عمر بن الخطاب: حدثني أبي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم جلوس، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد بياض سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه علامة الصفر. حديث جبريل معروف. ومعملاش دوله نفش دوله بقى. نعم، ما احنا عاوزين نعرف بس هو ما الذي اعلمه ان الله كتبها عليه، قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ بعد الفعل. طب لما فعل اكره ام لم يكره؟ يبقى لا يجوز الاحتجاج. لا ماشي، بس ما هو الاشكال مش كده، هو احتج صاحب القضاء الكوني، ولكن هل يجوز به الاحتجاج ام لا؟ فين؟ ده لا، مسألة ان الله يعلم انك ستقع في هذا فقدره عليك تعبير مش منضبط. وبرضو علم، اصل معنى كلمة علم الله انك ستفعل، طب قبل ان يعلم كان ايه؟ ها؟ كان لا، يبقى ما ينفعش، يبقى بنقول تقدير، قدر. واخد بالك انت ازاي؟ قدر في الازلي. نعم. عائشة وتكلمت معها ثم قصد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما استعاد النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر الا بعد ان اخبرت يهودية عائشة، فكيف للنبي صلى الله عليه وسلم ان يستعيذ بامر لم يكن يعلمه الا عن طريق يهودية؟ انا لا اقيل فقط جزاك الله خيرا وللجمهور الى دليل. أنا لا ما أفهم ماذا تريد. الأخ يتكلم يقول أن عذاب القبر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، بينكر عذاب القبر يعني هو؟ لا، هو قال لي بنفس النص. لا لا، يعني دعك من اللي قاله. لا خليك بس معي لحظة، استنى بالك يا بنتي. بصوا يا إخواننا الله يبارك فيكم، على وجه الاختصار وسأبسط الكلام لأخينا، معتقد أهل السنة والجماعة نؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهل، ونؤمن بمنكر ونكير وسؤالهم للمقبور عن ربه وعن دينه وعن النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ والعذاب والنعيم على الروح والبدن. ده اللي انت تعرفه وانا وانت نعرفه. الدليل على ذلك الإجماع، ومن خالف فليس من أهل السنة والجماعة. طول بالك يا أخي الفاضل، يا أخي طول بالك الله يهديك. أنا بوضح معتقد أهل السنة والجماعة. كن بقى قصة اليهودية والكلام ده، خلي الكلام ده بعدين دلوقتي هنقوله واحنا هنسيبه، واخد بالك؟ بس أنا بوضح لك معتقد أهل السنة والجماعة. يبقى كل من شك في عذاب القبر ولم يعتقده اعتقادا جازما فليس من أهل السنة والجماعة. سمعت انا بقول لك ايه؟ يا اخي الله يهديك اسمع الكلام، ما تخبطش في الكلام. مين من اهل السنه قال الكلام ده؟ ماله قال ايه؟ قال
يبقى بيتأثر ويعذب. طول بالك بس، في عذاب قبر ولا مش عذاب قبر؟ على الروح والبدن ولا مفيش؟ وربما لا يتأثر. أخطأت على الشيخ. في فرق بين تابع بس خلاص، ما هو يستحيل يقول غير كده، يستحيل يقول غير كده، يستحيل. معايا يا اخوانا كده؟ لا طولوا بالكم بقى. معايا يا اخوانا كده اخر فضل؟ خلاص ده الاجماع يا اخوانا، اجماع اهل السنه والجماعه منعقد على ذلك. فمن شك في هذا او اعتقده غير كده ده ليس من اهل السنه والجماعه. طيب الاحاديث الوارده في عذاب القبر اللي احنا نعرفه، حينما نبحث في قضية من القضايا الشرعية نأتي بكل أحاديث واردة في الباب ولا نأخذ حديث واحد بس؟ من جملة الأحاديث التي وردت أن يهودية دخلت على عائشة رضي الله عنها تطلب منها شيء، فأعطتها عائشة فقالت أعيذك بالله من عذاب القبر. فقالت عائشة أو للقبر عذاب؟ قالت نعم. ومشيت اليهودي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت يهود وهم على الله أكذب، لا يوجد إلا عذاب يوم القيامة. كويس كده؟ ده كلام حديث صحيح. تقول عائشة وبعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر. ايه وجه الاشكال هنا؟ اليهودية تكلمت بكلام كويس، هذا الكلام الذي تكلمت به اليهودية بناء على ما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من أدلة يناقضها، يبقى نكذبه ولا نصدقه؟ ما ترده، نكذبه. فكذبه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك أوحى إليه ربه لا للقبر عذاب، انتهى الأمر على ذلك. ايه الإشكال هنا؟ فيش إشكال خالص. وهذا بالكوهن برهان ذلك أشد مما ذكر ما ثبت في مسلم من حديث فاطمة بنت قيس تقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكنت في الصف الذي يلي الرجال، فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قام وقال ليجلس كل واحد منكم مكانه، كل الصحابة جلسوا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن تميم الداري كان نصرانيا فأسلم، وحدثني حديثا كان يوافق للحديث الذي أريد أن أحدثكم إياه. وبدأ تميم الداري يسرد حديث الجساسة، حديث رؤيته للمسيح الدجال. يبقى بقدر الله عز وجل تميم الداري ساق الحديث ده، حكاية حصلت له وجي قصها على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بقدر الله أوحاها ربنا عز وجل إلى نبينا وكان هيقصها عليه، انتهى الأمر على ذلك. ما وجه الإشكال إذن؟ أخوانا الله يبارك فيكم، مسألة الكلام في عذاب القبر وغيرها بغير معتقد أهل السنة والجماعة دولت أذناب المعتزلة، فكونوا على حذر، وهم الذين يقيسون الأمور بعقوله. يقول لك أنا بخش على القبر، القبر عاملينه بالسيراميك وحاطين قدام ورد صناعي وورد طبيعي وبقعد ما بيستريحش قدام القبر، وفتحنا لقينا الراجل زي ما هو بكرشه زي ما هو، تقول لي عذاب؟ ده كله كلام عقلي، وده مذهب المعتزلة وأصل أصوله أنه إذا حدث تعارض بين عقل ونقل يقدمون الإيه؟ العقل. ده ما يلزمناش، واخدين بالكم يا إخوانا؟ فهذا من الضلال البين. فليس ثم أي إشكال أن اليهود تتكلم عن مسألة من المسائل، كما حدث في مسلم أيضا من حديث ابن مسعود، يقول ابن مسعود كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه حبر من يهود وقال له يا أبا القاسم أما بلغك، أما بلغك أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والجبال على إصبع وبقية الخلائق على إصبع ويقول أنا الملك؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال وما قدر الله حق قدره يا يهودي. يبقى ما فيش فيها إشكال خالص يا أخوانا، دي واضح يا أخوانا المسألة ديت. فده معتقد أهل السنة والجماعة في أي عذاب القبر. نعم يا أخي الفضل.
ايوه انا اصلا بستشهد بس بالجزئيه اللي جابها ايه اخونا اللي اشكال فيها، بيقول ايه كيف يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان علمته المراه، وما وجه الاشكال في ذلك؟ فيش فيها اي اشكال ابدا، والاحاديث في عذاب القبر متواتره معنا. تفضل. لا لا مش غشي ولا خالص، انسى الموضوع ده خالص. ايه اخونا بيتكلم كلام كويس، بيقول ايه عالي، احنا الاصل عندنا الاصل في كل مسلم يا اخوانا الاستقامه، خلاص الراجل بيتكلم بكلام محسون على دماغي، ولكن لو حصل عنده انحراف في الاعتقاد لا مش كيف اعرف، ما اسالوش ولاش امتحنه، ولكن ظهر منه انحراف فلا انخدع بكثره علمه واتبعه في الانحراف، ده اللي احنا بنقوله. لكن انا قلت لك نقب عن الناس او فتش عن الناس لم اقل هذا، الأصل في المسلم الاستقامة، وواجب علينا حسن الظن بكل مسلم إلا إذا ظهر أمامنا ما لا يحتمل إلا قولا واحدا. في هذه الحالة نقول الراجل ده عفى الله عنه، لعله ولكن لا يتابع فيما ذهب إليه، وننخدع بكثرة طاعته أو زهده أو تورعه أو غير ذلك. واضح يا اخوانا المساله ديت كده؟ يبقى ده بالنسبه للجزئيه الاولى اللي هي ذكرها الامام المبجل ابي عبد الله احمد بن حنبل، اللي هي الايمان بالقدر خيره وشره. بعد ذلك سنتكلم عن حديث الصادق المصدوق، ولماذا اختل اعتقاد المسلمين في القدر، وده اهم شيء. ليه القدريه انحرفت وليه الجبريه انحرفت؟ لازم نعرف الكلام ده بحيث إن ممكن ما حدث لهم يقع لك وأنت لا تشعر. يبقى يختل عندك الاعتقاد تبقى مصيبة، لأن بقول لك المسألة كلها هينة طالما احنا بعيد عن الاعتقاد. قربنا من دخلنا في الاعتقاد لا، لا عادش فيها بقى لا مجاملات ولا بين ولا قولين ولا اختلاف تنوع ولا كلام ده خالص. ده ما فيش غير قولا واحدا، إما هذا وإما ذاك. نعم. ما اسمع يا اخوانا. اخونا بيقول الراجل اللي دخل في القبر ده والدود كال وشبع منه، ما عادش منه لا شويه عظم، يعذب فين بقى؟ يا اخي الفاضل مقاييس الحياه البرزخيه غير مقاييس حياه الدنيا. الله اعلم تحتاج الى نص. في الاخره في النار بيبدل بنص التنزيل، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. اما في القبر عاوزه دليل، بس احنا عندنا اعتقاد. ايه هو الاعتقاد؟ بيعذب ولا ما بيعذبش؟ ده اللي انا عاوز اعرفه، غير كده ما ينفعش. المره الجايه اول حاجه العلم والكتابه والمشيئه والخلق، ديت مراتب الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة. العلم والكتاب والمشيئة والخلق. لا ده الموضوع طويل. جزاكم الله خير، وإن شاء الله أرجو أن تنشغلوا بأمرين لا ثالث لهم، ملء الكرش مع الأذكار. يلا السلام عليكم.